عملية الانقلاب العسكري في مصر هي عملية خيانة عظمى قام بها بعض أفراد من الجيش المصري من المجلس العسكري، اشترك معهم فيها مجلس القضاء الأعلى. وهذه هي المصيبة الكبرى، يعني أن القضاء الذين أشرفوا على دستور مصر في عام 2012 هم الذين انقلبوا على دستور مصر في سنة 2013. هذا الانقلاب جاء ضد كل توقعات المصريين. كان هناك أمل كبير في أن تبنى مصر حديثة ديمقراطية حرة، شعبها يشعر بالعزة والكرامة. فجاء الانقلاب العسكري فقلب كل هذه الأوضاع، فعادت مصر إلى التخلف ولم تصبح مصر حديثة، وانتهى مظهر العزة والكرامة للمصريين، وأصبح القهر والتسلط والديكتاتورية والظلم هو أساس نظام الحكم الآن القائم في مصر. لا يستطيع أحد أن يبدي رأيا ولا أن يفعل فعلا إلا أن يكون متساويا أو متكافئا مع الانقلاب العسكري، أما إن كان ضده فهذا مآله إلى السجن. هذه هي مشكلة مصر الآن. ما كان يفعله الرئيس محمد مرسي أنه كان يسعى لتحويل مصر في أعقاب حسني مبارك إلى دولة حديثة، وفعل فعلا في خلال عام واحد أفعال كثيرة جدا تنهض بمصر إلى الأمام. كان من أهمها أنه يعني عمل 18 زيارة 18 زيارة إلى الخارج، وذلك لفتح علاقات جديدة لمصر في كل المناطق التي ضعفت فيها علاقات مصر بها. ذهب إلى أفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، لم يترك مكان إلا يعني ذهب إليه من أجل إنشاء مصر حديثة. عمل تعاقدات واتفاقات دولية هائلة، خاصة في مجالات التصنيع، لأنه كان يريد أن ينهض مصر بسرعة لتكتفي من الغذاء والدواء والسلاح. وكان يعني في هذا الاتجاه يمشي بخطوات واسعة، إلا أن جاء الانقلاب فقضى على كل ذلك في مصر. الانقلاب الذي صنعه جهاز المخابرات المصري، أساس المخابرات الحربية المصرية ومعها المخابرات العامة هما أساس الانقلاب. هؤلاء صنعوا منظمة أو تجمع اسمه تمرد. تمرد هذا كان مجموعة من الشباب الذي خرج إلى يقول نحن لا نريد مرسي. هذا الشباب اكتشف بعد الانقلاب أنه كان يتلقى أموالا طائلة من المخابرات. الذي كان يدفع هذه الأموال الإمارات، محمد بن زايد في الإمارات العربية هو الذي مول الانقلاب كاملا، ومعه السعودية. هؤلاء اشتركوا في تمويل الانقلاب حتى ينتهي حكم الرئيس محمد مرسي. لماذا؟ لأنهم خافوا من النظام الديمقراطي. قالوا إن وجد في مصر نظام ديمقراطي شعوبنا ستطلب هي الأخرى نظام ديمقراطي، ونحن لا نستطيع أن نجلس على كراسينا إلا بالنظام الديكتاتوري، فكيف نقيم نظام ديمقراطي؟ فسعوا إلى إسقاط الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب في تاريخ مصر كلها. منذ وجدت مصر من 7000 سنة أو من 5000 سنة لم يوجد رئيس مصري. في رئيس مصري قبل كده كان اسمه جمال عبد الناصر، هذا رئيس مصري لكنه ليس منتخب. جاء هذا أيضا بالدبابة وصنع الأفعيل، وكان يعني جرائمه لا زال يذكرها الشعب المصري إلى اليوم. السيسي هذا هو تلميذ لجمال عبد الناصر، هذا من تلامذة جمال عبد الناصر، لكننا نقول في العربية أن هذا التلميذ فاق الأستاذ، أصبح في الإجرام يفوق الأستاذ فيما فعله. مصر فقدت كل شيء من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزراعية والصناعية والثقافية والفكرية والشبابية، كل شيء فقدته مصر. من الناحية السياسية فقدت مصر مركزها تماما في العالم تماما. أنت لا تتخيل كيف كان العالم يتعامل مع الرئيس محمد مرسي، مش ممكن تتخيل. يعني أحكي لك، عندما ذهب الرئيس محمد مرسي إلى الأمم المتحدة
وألقى كلمته هناك. القاعة التي يلقي فيها الكلمة يجلس فيها الرؤساء ورؤساء الوفود ورؤساء الوزراء وما إلى ذلك. بعد أن ينتهي أي رئيس من إلقاء كلمته يخرج إلى قاعة مجاورة. لماذا؟ بعض الجالسين هنا يحبوا يسلموا عليه أو يعني يشكروه أو يرحبوا به أو يسألوه. يعني مثلا أوباما يقول كلمته ثم يخرج إلى هذه القاعة يجلس مثلا 3 دقائق 4 دقائق يعني يسلم عليه بعض الناس. مثلا توني بلير، مثلا ماكرون، أي أحد يعني يقول كلمته ثم يخرج إلى هذه القاعة يجلس 2 3 دقائق يسلم عليه بعض الناس وينصرف. يعني عندما قال الرئيس محمد مرسي كلمته، هذه القاعة التي فيها الرؤساء امتلأت عن آخرها عن آخرها. عندما أنهى الكلمة وخرج إلى القاعة المقابلة، خرج كل هؤلاء الذين في هذه القاعة إلى الرئيس محمد مرسي كي يسلموا عليه، كي يحظوا بالسلام عليه. انظر كيف كان شخص هذا الرجل. أمين عام القاعة، المدير لهذه القاعة في الأمم المتحدة، رجل أمريكي، قال أنا منذ 20 سنة مدير لهذه القاعة، أنا لم أرى هذا المشهد إطلاقا. لا يوجد أحد في التاريخ منذ إنشئة الأمم المتحدة، هو بقى له 20 سنة مدير ويعرف تاريخ الأمم المتحدة من أولها، يقول أن هذه القاعة لم يجتمع فيها هذا العدد إطلاقا من قبل. هذا شيء فريد لم نره في الأمم المتحدة. هذا كان وزن الرئيس محمد مرسي. انظر السيسي الآن، انظر في الفيديوهات كيف يسلم عليه أوباما. هو يقف، أوباما يقف مع الناس يتحدث، فالسيسي يأتي كي يعني يتعرض يعني يتقرب منه أو ما شابه وينصرف أوباما. هذا الفارق بين محمد مرسي بن السيسي، فرق رهيب جدا جدا. هذا من الوجهة السياسية، مصر خسرت شكل القيادة المصرية في العالم. احنا الشعب المصري عندما كنا نسافر في وقت مرسي سنة واحدة 12-13 كان العالم كله يقول هؤلاء مصريين، هؤلاء مصريين. في هذه السعودية والله لذلت أذكر، يعني يحكي لي أحد الناس قصة عجيبة جدا، يقول احنا كنا مسافرين في الطريق لا أدري من الرياض إلى المدينة أو ما إلى ذلك، فدخلنا إلى مطعم فالرجل يعني فهم من كلامهم، قال أنتم مصريين؟ قالوا نعم. فدفع عليهم بالأكل والمشروبات وكذا وكذا، وما استغربوا، قاموا ليدفعوا الحساب، قال لا والله لا أخذ منكم حساب، يكفي أنكم جئتوا لنا بمرسي. انظر كيف كانت عمل العالم مع المصريين في هذا التوقيت. انظر الآن كيف تعامل العمل مع المصريين. المصريين الآن يسحلون في السعودية، يضربون في الكويت، يطردون من الإمارات. المصريين الآن حالهم سيء جدا 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 في العالم. حتى مع مجيء أزمة كورونا هذه أصبح العالم يرفض. تركيا أغلقت المجال الجوي بينه وبين مصر، لماذا؟ بسبب هذه الكورونا. طب ما العالم كله في كورونا، لكن السيسي في مصر أخفى المعلومات ولا يظهرها إطلاقا، لا يعترف بعدد المصابين ولا بعدد الموتى، وبالتالي العالم يخاف منه. أول أمس ذهبت طائرة إلى الصين، طائرة مصرية، كشفوا عن الركاب، وجدوا 6 ركاب عندهم كورونا، 6 من الطائرة. قالوا لا نستقبل هذه الطائرة. المصريين الآن حالهم صعب جدا جدا جدا. هذا من الناحية السياسية. من الناحية الاقتصادية، عندما جاء مرسي وتعلم بعد الثورة في 25 يناير 2011 حصلت ضغوط شديدة على الدولار الأمريكي، الاستيراد قل والسياحة قلت فارتفع الدولار، وصل في عهد مرسي إلى 6.5 جنيهات سعر الدولار. عندما جاء السيسي أول شيء عمله خفض سعر الجنيه، أصبح الجنيه المصري يتراوح بين 16 و18 جنيه بعد أن كان بست أو 7 جنيهات. لماذا كل هذا؟ وفوق ذلك الرئيس مرسي كان يحدد تماما القروض الخارجية سواء من صندوق النقد أو من غيره، ولا يقبلها إلا تحت الضغط الشديد جدا جدا يعني. فكان قروض مصر في عند الرئيس مرسي 43 مليار، ووضع خطة لتسديد هذه القروض. الآن السيسي رفع هذه القروض إلى 120 مليار ولا توجد أي خطة للسداد، وأصبحت هذه القروض تمثل قرابة 90% من الناتج القومي المصري. معنى ذلك أنه خلال سنوات قليلة جدا 3-4 سنوات ربما يعلن إفلاس مصر.
لماذا؟ لأنها ستعجز عن سداد القروض. هذه مصيبة هائلة حلت بالمصريين بسبب السيسي. من الناحية الاجتماعية لا تتخيل الذي حدث. يعني عندما جاء مرسي انتعش الشعب المصري، والمنتعش هذا يعني يفعل أفعال طيبة. يعني عندما جاء الانقلاب العسكري يعني انهار الشعب المصري. الآن أعداد الطلاق خيالية كثيرة جدا، قرابة 250,000 طلاق كل سنة في مصر. ما هذه الأعداد العجيبة جدا؟ أعداد الشباب الملحد تنتشر جدا جدا جدا. الشباب المنحرف الفاسد اللي يسموه المثليين، الشواذ، هؤلاء وصفهم القرآن بوصف صحيح. ما معنى كلمة مثليين؟ هذا كلام فارغ. هؤلاء الشواذ أعدادهم تزيد، ولهم أندية وتجمعات في مصر الآن. مصر بلد إسلامية. يعني تركيا دولة علمانية، عندما جاءت الرئيس أردوغان كان كل هذا موجود، فهو الآن يحاول أن يخفض من هذا، يعني يخفض من شرب الخمر، يخفض من بيوت الدعارة، يخفض من مصر دولة إسلامية لم يكن فيها ذلك أصلا. وبالتالي تواجد هذه الأشياء في مصر معناها انهيار اجتماعي شديد جدا. الآن هجام الشباب عن الزواج لارتفاع نفقاته، ثم لوجود مصادر كثيرة لإفساد الشباب في مصر، كثرة حالات الطلاق، انهيار البيوت والأسر نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم قدرة رب الأسرة على الانفاق على البيت، أدى لانهيار هذه الأسر وضياع الولاد والبنات بلا عائل يستطيع أن يحميهم. وبالتالي الأثار الاجتماعية في مصر شديدة جدا جدا. في التعليم، انهار التعليم انهيارا شديدا. تخيل أن السيسي عمل لجنة خاصة بالتعليم. في عهد الرئيس مرسي تم تصحيح كل الأخطاء التاريخية في التعليم المصري. يعني مثلا كان يكتب مثلا الغزو العثماني لمصر، تم تصحيح هذه الأوضاع، وعرف الناس وعرف الطلاب لسنة واحدة أن العثمانيين كانوا خلافة مثل الأمويين والعباسيين. هم أربع خلافات: خلافة الراشدة، الخلافة الأموية، الخلافة العباسية، الخلافة العثمانية. وعرفوا فضل العثمانيين في فتح أوروبا، حتى أن السلطان محمد سليمان القانوني وصلت جيوشه إلى أسوار فيينا، وكانت بودابست هذه يعني داخل طالع بودابست في المجر دي، يعني بنقول بالعربي كده رايح جاي عليها. يعني كل هذا تم تصحيح أوضاع، وكثير من المعلومات المغلوطة التي كانت في كتب التاريخ وكتب الدين تم تصحيحها. عندما جاء السيسي جاء بمعلمين علمانيين، كل ما صححه المعلمين في عهد الرئيس مرسي أزحوه من التعليم ووضعوا أشياء أخرى تماما. أضف إلى ذلك بقى مصيبة كبيرة جدا، كل عام في الامتحانات الرئيسية في مصر يتم تسريب الامتحانات قبل موعد الامتحان كل سنة، وتم القبض على بعض الناس وما قبض بعض الناس، ولكن أصبحت هذه سمة في مصر الامتحانات. وبالتالي الطالب هذا طالب غشاش، حتى لو حصل على 90% من الدرجات أو 100% أنا غير واثق في إمكانيات هذا الطالب، طالب ضعيف لكنه بالغش حصل هذه الدرجة. وبالتالي حالة فساد شديدة جدا جدا في التعليم. أيضا الرئيس مرسي من أول من رفع مرتباتهم في مصر أساتذة الجامعات. كان الأستاذ يأخذ 3000 جنيه 4000 جنيه، قال الأستاذ لا يقل عن 10000 جنيه ويصعد بعد ذلك يعني. ففرح أساتذة كثيرا يعني، وجاء المعلمين ورفع قدرهم. الآن لا توجد علاوات ولا زيادات في المرتبات إلا إلى الجيش والشرطة. الجيش والشرطة حصلوا في خلال 5 سنوات من حكم السيسي على 12 علاوة أو رفع لمرتباتهم، بينما عموم الناس يمكن مرة أو مرتين، وكذلك أصحاب المعاشات. يعني الحقيقة الحالة في مصر الآن صعبة جدا جدا جدا. الحالة الفكرية، من ناحية الفكرية السيسي قسم المجتمع المصري إلى قسمين: قسم يعرف طريق الله سبحانه وتعالى ويخشى أن يقول ذلك أو يعلن ذلك، وقسم ضال مضل. منه بقى وزارة الأوقاف والمظهر الإسلامي العام بتاع الدولة في مصر ضاع تماما، حتى أننا رأينا منذ أيام قليلة أو أسابيع قليلة وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف تمثل جزء أساسي من الدين في مصر، تقول أن العثمانيين غزوا اسطنبول
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان اسطنبول ستفتح، ووزاره الاوقاف المصريه تقول ان العثمانيين غزوا اسطنبول. هذا ليس تحريف في التاريخ، لا لا، هذا خلل في الدين، هذا دينه غير موثوق فيه، هو لا يثق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعلم ان رسول هذا لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. رسول كيف يعرف ان اسطنبول ستفتح؟ هو لا يعرف ذلك، لكن ما الذي قال له؟ جبريل. وبالتالي هو عندما يقول هذا ليس كلام سيدنا محمد، هذا كلام من فوق سبع سماوات. فلما تأتي وزارة الأوقاف وتكذب هذا الكلام، يعني هذا يعطيك حجم الخلل الذي حدث في منصات الإسلام الرسمي في مصر. يعني لو تحدثنا في كل المجالات، في كل المجالات انهيارات شديدة جدا في الأسعار، أسعار مرتفعة للغاية، والناس تئن، حتى إن أعداد الفقراء في مصر تزداد. البنك الدولي يقول أن في مصر الآن قرابة 65% تحت خط الفقر. لماذا كل هذا؟ من أجل أن السيسي ينفق المليارات، يبني عاصمة إدارية جديدة. لا أحد يعرف كم أنفق عليها حتى الآن من المليارات. لماذا يبنيها؟ لكي يحمي نفسه وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة في منطقة مثل المنطقة الخضراء في بغداد، لا يستطيع الشعب أن يدخلها. حتى لو قام الشعب مظاهرات أخرى مثل مظاهرات 25/2011، لا يستطيع أن يصل إلى الحكم هناك. هذه عقلية بن زايد وبن سلمان أصحاب القصور اللي هو يريد أن يفعل شيئا من ذلك. أما ما تحت هذه المدينة فإحنا لا نعلم عنه شيء حتى الآن. يقول فيها أنفاق تؤدي إلى كذا، وفيها شيء لا أحد، لا رأينا الخرائط ولا عرضت على أحد ولا شاف أحد إطلاق، لا يعرفها إلا بعض العاملين فيها وقيادة القوات المسلحة. هل هذا عمل يدعو أو يؤدي إلى التنمية في مصر؟ هذا إنفاق سفيه، الناس لا تجد الأكل لتأكله وهذا ينفق في الحجارة. وعندما انكشف هذا الأمر وخرج أحد الناس فنان اسمه محمد علي وقال إن هذا الرجل يبني قصور، خرج له امرأة قال نعم أيوة أنا ببني قصور. هكذا هؤلاء هم العسكر، لا يستحون، يفعلون الأفعيل ولا يستحون. يبدد أموال مصر وثروات مصر، يعني يحول ديون مصر من 43 مليار دولار إلى 120 مليار دولار لكي يبني هذه القصور. بنى في عهده 26 سجن جديد في عهده، فقط في عهد عبد الفتاح السيسي. يعني الحقيقة هذا الرجل أفسد إفساد غير عادي في مصر في خلال السنوات السبعة، سنوات الانقلاب. لو دخلت في تفاصيل المجتمع المصري ستجد أهوال شديدة جدا هذا الرجل سببها في المجتمع المصري. الهدف من الانقلاب استاذ على رئيس منتخب شرعي أي شيء فعله شهيد محمد مرسي وخوف البؤرة الداخلية والخارجية؟ أعتقد الذي خوف الداخليين هو محاولة القضاء على الفساد، إقرار العدالة والحرية. يعني في عهد الرئيس محمد مرسي لم يتم القبض على أي إنسان خالص يعني. وعندما قتل عند الاتحادية 9 أفراد وجدوهم كلهم من الإخوان المسلمين، واحد فقط من الفريق الآخر. فالرئيس محمد مرسي الحقيقة يعني جعل مصر في خلال سنة واحدة دولة جديدة. الذي فعله الانقلاب أو الذي خاف منه الانقلاب هو هذا القدر من القضاء على الفساد والعدل، لأن القضاء على الفساد كان سيأتي عليهم عاجلا أم آجلا، سيصل الرئيس محمد مرسي إليهم ويستأصلهم. قالوا لا، نحن ننهي قبل أن يأتي. هذه نقطة. إنما النقطة الحقيقية أن هؤلاء العسكر حاولوا إفشال مرسي منذ أن جاء. لماذا؟ لأنهم كانوا يخططون ويدبرون ويزورون في انتخابات الرئاسة حتى يأتي أحمد شفيق، وكانت كل التزويرات في اتجاه أحمد شفيق، ولكن فوجئوا أن النتيجة كانت لصالح محمد مرسي فأسقط في أيديهم. لكنهم لم يكفوا، حاولوا أول انقلاب، يعني رئيس مرسي جاء رئيس للدولة، أعلنت النتيجة في 23 يونيو حزيران، وأقسم يوم 30 يونيو. أول انقلاب كان في شهر أغسطس، في نصف أغسطس حصل الانقلاب الأول على الرئيس محمد مرسي،
وتوالت الانقلابات كل شهر أو شهرين محاولة انقلاب إلى أن كانت هذه المحاولة الأخيرة. دبروا لها تدبير شديد جدا 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 واستغلوا وجودهم في القوات المسلحة وغيروا عقيدة الجيش المصري. أي جيش في العالم له عقيدة، يعني الجيش التركي الآن عقيدة بتاعته أن يدافع عن حدود تركيا ثم يقف مع الشعوب المظلومة على مستوى العالم، هذه عقيدة الجيش التركي الآن. ماذا عقيدة الجيش المصري؟ الجيش المصري كان سابقا عقيدته أن العدو الرئيسي هو إسرائيل، غيروا هذه العقيدة وأصبح العدو الرئيسي هو الإخوان المسلمين. فقلبوا عقول هؤلاء الضباط، هؤلاء شباب صغير، فحبلوهم تحويل شديد جدا ضد أهلهم من أهل مصر. لماذا؟ لأن العسكر لا يستطيع أن يكونوا يعني العسكر في مصر الآن يعيشون على أموال الشعب المصري نهب، في لا يستطيعوا أن يفعلوا ذلك في ظل وجود رئيس مدني منتخب. مصالحهم الفاسدة مرتبطة بوجودهم هم على رأس السلطة، وبالتالي كانوا حريصين يجي أحمد شفيق. أحمد شفيق هذا كان من أيام حسني مبارك، فعايزين يجيبوا أحمد شفيق، فشلوا. جاء مرسي، خططوا الانقلابات متتالية حتى لا يأتي رئيس مدني يفضح جرائمهم. أيدهم في ذلك كل القطاعات التي كانت موجودة في مصر منذ أيام حسني مبارك. هؤلاء مستفيدين من الفساد، أو هم أصل الفساد. هؤلاء مخربون في داخل المجتمع المصري، يسرقون الأموال من شعب مصر، وعندهم المليارات، مليارات الدولارات في الخارج وليست في داخل مصر. هم يدعمون الاقتصاد السويسري، الاقتصاد الأمريكي، لكن لا يضعون أموالهم في مصر. حتى أن يعني أحد الشباب الذين كانوا في السجن اسمه محمد سلطان، معه جنسية أمريكية، خرج من السجن بضغط أمريكي وسافر إلى أمريكا، رفع قضية منذ شهر، رفعها على رئيس وزراء مصر الأسبق اسمه حازم الببلاوي، وحجز على أمواله في أمريكا. الرجل ليس رئيس وزراء مصر، ليس له أموال في مصر، لكن ملايين الدولارات موجودة في أمريكا، حجز على أمواله في أمريكا لأنه تم تعذيبه، ورجل يطالب بالتعويض عن هذا التعذيب. فهؤلاء الذين كانوا في عصر مبارك من الفسدة مع العسكر الفسدة لا يستطيع أن يتحملوا حكم رئيس مدني منتخب يسعى لإزالة هذا الفساد من المجتمع. مع التأييد الإقليمي من الإمارات والسعودية لهم ودفع الأموال الطائلة، مع التأييد الدولي من إسرائيل أساسا وأمريكا لهم، بدون أدنى شك يعني كان لابد أن يتحركوا لتغيير هذا الوضع. حقيقة الشعب المصري الآن لا يطيق أن يسمع اسم السيسي. ربما كان هناك جزء من الشعب منذ 7 سنوات ظن أن السيسي سوف يعمل له، يجعل مصر جنة، وبالقضاء على مرسي ستتحول مصر إلى دولة متقدمة حديثة. الآن الجميع بقى أيقن أن السيسي لا أمل فيه، ولا العسكر على الإطلاق. الذي تحرك في 30 يونيو الأحزاب المعارضة ومعها بعض الأحزاب الإسلامية تحركت ضد الرئيس مرسي. جميع هؤلاء الناس الآن في السجن كلهم، وكلهم فهموا الخطأ الذي وقعوا فيه. احنا اخطأنا عندما واجهنا رئيس مرسي. كان ممكن انا مش عايز رئيس مرسي اروح الانتخابات واضلي بصوتي في الانتخابات والشعب يقول كلمته، لكن ان اسقط الرئيس بالقوة المسلحة بالدبابة، هذا ادى الى ان هؤلاء يصبحوا داخل السجون المصرية الان. لا يوجد شيء اسمه انتخابات في مصر. مصر لا تعرف طريق الانتخابات على الاطلاق خالص. يعني أذكر حديثة طريفة زارنا في مصر الأستاذ نجم الدين أربكان، فسأله أحد الصحفيين: هل عندكم في تركيا تزوير؟ قال: نعم عندنا تزوير. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أحيانا يأتي رجل ويحمل بطاقة ويعطي صوته، ثم يأتي مرة أخرى يحمل بطاقة أخرى ويعطي صوته مرة أخرى. قالوا: هذا يا أستاذ أربكان ليس تزوير، هذا يعني واحد يعني يعمل، هذه ليست مشكلة. نقول: تزوير. قال: نعم، من الممكن أن يعني رجل يسجل نفسه اسمه في لجنة هنا ثم يسجل نفسه اسمه في بلد تاني وذهب. قالوا: يا أستاذ أربكان هذا ليس تزوير. قال: ماذا تقصدون؟ أستاذ أربكان استغرب: ماذا تقصدون؟ قالوا: نقصد تزوير
يعني صندوق الانتخابات هذا يؤخذ ويسرق الى وزارة الداخلية ويوضع صندوق اخر. قال ها ماذا تقولون؟ هل مصر هكذا؟ مصر لا يوجد فيها انتخابات على الاطلاق. وعندما كنا ندخل مجلس الشعب انتم لا تعرفوا حجم التضحيات التي قدمها الاخوان المسلمين لكي يصل واحد فقط الى مجلس الشعب. كنا نحافظ على صناديق الانتخابات باجسادنا باجسادنا والله، يعني شيء غير شيء خطير جدا. الداخليه المصريه هذه عصابه متخصصه في تصدير الانتخابات. الفتره الوحيده التي كانت الانتخابات فيها غير مزوره فتره الرئيس محمد مرسي، فتره الثوره من بعد الثوره 5 انتخابات، وبالتالي 5 فاز فيهم الاخوان المسلمين على طول على طول. هل لم يوجد تزوير اطلاقا؟ كان في تزوير. هل كان في تزوير في الرئاسه؟ كان في تزوير ونحن نعلم تزوير ولم نتحدث عنه. خلاص مرسي كسب تمام، يعني مش مهم هنصلح واحنا ماشيين. العسكر لا يستطيع ان يعيش بلا تزوير. في انتخابات قادمه في سنه 22، من لا سيترشح؟ السيسي. من يستطيع ان ينزل ضد السيسي؟ لا احد. ياتون باي احد من الشارع. الانتخابات اللي فاتت في سنة 18 من سنتين لما احد ترشح احد ضد السيسي جاءوا برجل رجل يعني قال له تعالى ترشح، قال انا ترشح ضد السيسي ولكن ايه ساعطي صوتي الى السيسي. هكذا هؤلاء هم مصر، شعب مصر الفاسد الذي. اما شعب مصر الحقيقي فهو لا يذهب الانتخابات. الشعب المصري عدد من يذهبون الى الانتخابات يعدل الصوابع 2 أو 3 مليون من اصل 40 أو 45 مليون لهم حق الانتخابات، او 50 مليون لا اعرف العدد الان كام. لكن الذين يذهبون هم الفسده الذين حول السيسي. تجد الان عند اللجان زمر، موسيقى، رقص، النساء ترقص عند ما يعني شيء لا يوجد في الدنيا كلها. على اي شيء يفرحون؟ على تزوير الانتخابات. وبالتالي الانتخابات القادمه لا يرجى منها اي شيء على الاطلاق. لا بد من ازاحه السيسي والعسكر حتى تعود مصر الى عهدها في سنه 12 و13. لا هي المشكله في ليست هذا التصريح، هو اسمه عثيمين او حاجه زي كده. هذا العثيمين المشكله ليست في تصريحه، المشكله في من جاء بهذا المخلوق ووضعه في هذا المكان. هذه اسمها منظمه ايه؟ منظمة التعاون الإسلامي. تجمع كل الدول الإسلامية 58 دولة ما بين ملكية وجمهورية وإمارة وسلطنة وجزيرة ومقاطعة، كل هذه داخلة في منظمة التعاون الإسلامي. عندما أتي بمثل هذا الإنسان وضع على رأسها، ماذا سيعطيك هذا الرجل في هذا المكان؟ يعني كنا زمان نقول الرجل المناسب في المكان المناسب. هذا رجل غير مناسب لا فكرا ولا ثقافة ولا عقلا ولا منطقا، يعني لكي يكون حتى يعني عامل بسيط، يعني هذا لا يحمل أي فكرة على الإطلاق. الذي يساوي بين الإخوان المسلمين وبين داعش هذا لا يفهم، هذا أجهل من الجهل، هذا الجهل أزكى منه. يعني أنا لا أعرف من الذي أتى بهذا الرجل. طبعا السعودية يعني هي اللي جاءت بيه يعني شيء طبيعي، لكن ألا يوجد في السعودية إنسان يستطيع أن يكون على رأس منظمة التعاون الإسلامي، يرتفع بمستوى هذه المنظمة ويقوم بعمل المصالحات المطلوبة بين الدول العربية والإسلامية كلها مع بعضها لينتج في الآخر عالم إسلامي يستطيع أن يجابه هذه الدنيا؟ هذا المأفون الذي يقول أن الإخوان أخطر من داعش، يعني لا أعرف، يعني هل هم أزالوا مخه ووضعوا مكانه مثلا حذاء مثلا؟ هذا ليس عنده مخ يعني؟ لا أستطيع أن أتخيل مدى هذا الانحطاط الفكري الذي في هذا الرجل. يا سيدي الإخوان المسلمين، هذا التجمع، هذه الهيئة اعترف بها كل الذين يوثق فيهم على مدار التاريخ. يعني لن أتحدث بقى عن الملوك والرؤساء وما إلى ذلك وماذا قالوا، لكن يكفي أن الإخوان المسلمين بعد أن أبلت هذا البلاء الحسن
في فلسطين سنة 48 الذي دفع عنها اللواء المواوي قائد القوات المصرية للقوات المسلحة. قال لم أرى في حياتي مثل هؤلاء الناس. وكان في فلسطين 7 جيوش عربية منها الجيش السعودي لم يفعلوا شيء. انهزموا من اليهود، فروا من اليهود. الذي وقف لليهود هم الإخوان المسلمين. المواوي اللواء المواوي قال شفتش مثل هؤلاء، هؤلاء مجاهدون في سبيل الله عز وجل. عبد الناصر عندما جاء واضعا يده في يد الإخوان المسلمين، لكن خيانة العسكر متأصلة فيهم، خان العسكر فحدث ما حدث لمصر وانهارت مصر بهذا الشكل. حتى هزمنا في سنة 67. كيف هزمنا في سنة 67؟ وأين كان الإخوان المسلمين؟ كان جميعهم وبلا أي استثناء في السجن عند عبد الناصر، كلهم في السجن، فانهارت الدولة تماما. الإخوان المسلمين الأزهر يتحدث عنهم في وثيقة مكتوبة مسجلة، يقول أن هذه الجماعة يؤمل فيها أن تنهض بأمة الإسلام، وتحدثوا عن كتابات الشيخ حسن البنا وكل من بعده، الشيخ سيد قطب وحتى الشيخ القرضاوي وما إلى ذلك. هذه الكتابات تؤدي إلى تربية شعب شعوب العالم الإسلامي تربية إسلامية راقية. ده كلام الأزهر مش كلامي أنا. بخلاف الأزهر، المفكرين الإسلاميين المعتبرين على مدار الأمة كلها، مولانا أبو الأعلى المودودي، أبو الحسن الندوي، كل من جاء في من هذه الأسماء العظيمة، انظر في رأي الشيخ عبد العزيز بن باز السعودي في الإخوان المسلمين، انظر رأي الشيخ الألباني في الإخوان المسلمين، انظر رأي الشيخ الشعراوي في الإخوان المسلمين، ثم يأتي هذا العثيمين لكي يقول هذا الكلام. يعني هذا يا أخي، يعني هذا النكرة، كيف يجرؤ أن يتحدث عن الإخوان المسلمين بهذا الشكل؟ أنا والله غير مصدق عندما قرأت التصريح. هذا سعودي، هذا يتبع شيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ وكبار مشايخ المملكة، هذا يتبع هؤلاء؟ لا 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 لا، هذه خلقة أخرى، خلقة علمانية لا تعي شيئا عن إسلام ولا تفقه شيء إسلام. هؤلاء أتى بهم محمد بن سلمان لكي يعاونوه في هذا الفساد الذي يفعله هناك. شاب أهوج، والله أنا أول قلت له محمد بن سلمان أفتخر جمال عبد الناصر كده على طول. جمال عبد الناصر ده عندما كان رئيس مصر كان عنده 34 سنة، شاب 34 سنة لا خبرة له على الإطلاق، لم يدخل معركة في حياته إلا معركة واحدة، دخل فلسطين وانهزم وتحاصر في الفلوجة وذاق ولات الحصار. هذا جاء وجد نفسه رئيس مصر في يوم من الأيام، مش وجد مصر، لا، لم يجد رئيس مصر، استولى على رئاسة مصر، قضى على محمد نجيب وقضى على الإخوان المسلمين واستولى على رئاسة مصر وفعل الأفعال. كان الجنيه المصري يتفوق على الجنيه الاسترليني، كان الجنيه الذهب يساوي الجنيه المصري الورق عندما جاء جمال عبد الناصر. انظر ماذا حدث لهذه الأمة، أصبحت تشحت من دول العالم. أول مرة مصر تمد يدها تأخذ قرض سنة 1964 في عهد عبد الناصر. قبل ذلك كانت مصر مدينة لإنجلترا منذ الحرب العالمية الأولى ومنذ الحرب العالمية الثانية، كانت مصر تدين إنجلترا. يعني الحقيقة عندما يأتي هذا العثيمين ويقول مثل هذا الكلام عن الإخوان المسلمين، يعني لا تتخيل مدى حزني أن هذا الرجل ينتمي إلى أمة الإسلام وينتمي إلى أهلنا في الجزيرة العربية، بل يأتون به ليجعلوه على رأس منظمة التعاون الإسلامي. هذه مأساة أخرى لا حديث آخر. يعني مصر الآن عندها كوارث، عندها مصيبة في سد النهضة والماء سينقطع عن المصريين، عندها مصيبة كورونا ولا تعرف كيف تفعل معها، وعندها مصيبة في سيناء. تعرف أن حدود مصر على البحر المتوسط قرابة 1000 كيلو، 950 كيلو أو ما إلى ذلك تقريبا. يعني مصر لا تعرف كيف يعني تحافظ على هذه الحدود، وسيناء بيتم تدميرها الآن لأنها غير مستطيعة. مصر تزحف قواتها وتدخل ليبيا 1200 كيلو، 1200 كيلو، لماذا؟ طب شوف بلدك الأول. عندما يقتل المصريون هكذا أنا لا أعتبرهم إلا أنهم مرتزقة،
مرتزق مثلهم مثل الذين جاءوا من تشاد ومن السودان لكي يقاتلوا مع حفتر في تركيا. انظر إلى دولة تركيا، انظر إلى الدولة المحترمة تركيا ماذا فعلت؟ عندما جاءها الليبيين طلبوا ترسيم الحدود، رسمت معهم الحدود البحرية. عندما طلبوا الدعم العسكري أمدت لهم يد الدعم، أعطتهم السلاح، أعطتهم الخبرة، أعطتهم التدريب، أعطتهم كل شيء يحتاجونه. انطلق الليبيون، وجد حفتر نفسه معاه دعم من الإمارات ومن مصر ومن روسيا ومن فرنسا ومن إيطاليا، عنده دعم من العالم كله، وينهار هذا الانهيار في طرابلس وطرهونة. يفروا يجروا. الآن أتوا بفاجنر. فاجنر هذه مثل البلاك ووتر، هاتين الشركتين شركات إرهابية يسموهم شركات أمن. إحنا دول مستضعفة نريد أن نسمي الأسياء بمسمياتها. لماذا لا تكون فاجنر شركة إرهاب وبلاك ووتر شركة إرهاب، وتصدر أمريكا قرارات بعدم التعاون معهم وحظرهم وكذا وكذا وكذا؟ لا، أمريكا تمد البلاك ووتر بما تحتاجه، وروسيا تمد الفاجنر بما تحتاجه. الحقيقة أنا أطالب دولة تركيا، وهي الآن الدولة الزعيمة للعالم الإسلامي، بأن تطلب من الأمم المتحدة أن تصنف فاجنر والبلاك ووتر شركات إرهابية وليست شركات أمنية. أرجو أن يكون هذا واضحا في هذا الحديث، ارفعها إلى قيادة الدولة التركية. فاجنر وبلاك ووتر شركات إرهابية. شفنا ما فعلته بلاك ووتر في العراق، قتل يعني دماء. وما تفعله فاجنر الآن؟ الآن في سرت يزرعون الألغام في كل مكان، في سرت، في المدارس، في المساكن، في كل شيء، حتى يمنعوا تقدم القوات الليبية إليه. ذهاب مصر إلى ليبيا ذهاب خاطئ جدا جدا جدا، وكان على مصر أن تسعى إلى الدعوة للوفاق السياسي منذ 4 إبريل سنة 2019، عندما كان هناك اتفاق على جلسة مفاوضات يوم 14 و16 أبريل 2019، ثم تحرك حفتر قبل 10 أيام في 4 أبريل، وبإمدادات أجنبية تجاوز كل الحدود حتى حاصر طرابلس. أين كانت مصر؟ لماذا اليوم تطالب بالمفاوضات السياسية؟ لا، لابد من القضاء على حفتر وعلى أعوان حفتر، ثم يفتح الأمر للشعب الليبي بأكمله، الذي انتصر والذي انهزم، ليجلسوا بعد القضاء على رؤوس الفتن حفتر والمسماري وأعوانهم في ليبيا. يعني الشعب المصري يرفض تماما دخول المصريين إلى ليبيا، والجيش المصري يرفض هذا أيضا تماما، ومصر تخجل أن تقول أن جيشها في ليبيا. هل تعرف ماذا فعلت؟ عندما يقتل المصريين الضباط والجنود في ليبيا يأتوا بالجثث ويقولوا أنها قتلت في سيناء على يد الإرهابيين. انظر إلى الكذب. هؤلاء هم العسكر، هؤلاء هم العسكر، عسكر في تركيا هكذا، والعسكر في مصر. انظر إلى بتوع فتح الله جولن، وماذا الكذب الذي كانوا يعيشون فيه ويعيشون فيه الشعب التركي. هم نفس العسكر في مصر، كذابين كذابين كذابين. احنا كيف عرفنا؟ اتوا بجنود، هذا الجندي اسمه كذا كذا كذا، وهذا قتل في سيناء على يد الارهابيين وما الى ذلك. فوجئنا ان هناك بطاقة عسكرية وجدت في طرابلس في ليبيا. يعني كيف قتل هذا في سيناء وجدت بطاقته في ليبيا؟ شيء الحقيقة يعني محزن ان تصل مصر الى هذا الحضيض. لماذا يقتل المصريين في ليبيا؟ عن اي شيء يدافعون؟ الليبيين مسلمون مثلنا تماما، اختلفوا مع بعضهم بعض، نحن ندخل للوفاق بينهم وليس لتأجيج نار الصراع بينهم. الآن ما تفعله تركيا هي أنها تنصر الطرف الرسمي الشعبي المتوافق عليه من العالم أجمع ضد الطرف المنحرف الفاسد الذي يريد أن يحل ليبيا إلى فساد. انظر إلى المقابر الجماعية في طرهونة، ما هذه المقابر؟ ما هذا الإجرام؟ ما هذا الفساد في الأرض؟ هذا إفساد، لابد أن يحاكم كل من ارتكبوه حفتر ومن معه، محمود الورفلي وهذه العصابات التي تطالب بها الجنائية الدولية أن تسلم إليها، لابد أن تسلم إليها. يعني مصر الحقيقة خسرت كثير جدا بدخولها إلى ليبيا، وعليها أن تنسحب وأن تقول كلمة الحق في هذا. ولكن من يقول كلمة الحق؟ السيسي؟ شيء يعني غير منطقي أن نقبله أو نطلبه الآن.